محكمة القضاء الإداري قضت بسحب الجنسية المصرية عن المحامي القبطي موريس صادق المقيم بالولايات المتحدة وشطب اسمه من جداول العضوية بنقابة المحامين لتحريضه الدائم على مصر بصورة تشكل جريمة الخيانة العظمى. معانا الأستاذ علاء علم الدين المحامي صاحب الدعوة. أهلا بيك يا أستاذ علاء، للأسف فقدنا الاتصال معاه. طيب معانا الأستاذ موريس صادق المحامي. مساء الخير يا أستاذ موريس. مساء الخير يا هاني، اهلا بحضرتك، اهلا بيك. قولي النهارده يعني بعد هذا الحكم موقفك ايه يا استاذ موريس؟ انا عايز اقول لك كلمه. اولا الجنسيه المصريه دي مش ورقه ولا حب، ولكنها هي دمي، هي لحمي، هي عظامي، هي ابائي واجدادي المدفونين في ارض مصر. فاي حاجه تانية مرفوضه ومنتهيه. نيجي للحكم. الحكم هي احدى دعاوى الحزبه المنصوص عليها في الشريعه الاسلاميه واللي مخالفه للنصوص الدستوريه، ورفعها محامون ولا بترفعها الحكومه او مجلس الوزراء. المغتصب باسقاط الجنسيه الوحيد هو مجلس الوزراء مجتمعا بيصدر قرار باسقاط الجنسيه بناء على توصيه من وزير الداخليه لاحد اسباب اللي ودى في قانون الجنسيه. وليس من بينها كما ذكرت المحكمه ان المستشار موريس صادق ثبت الدين الاسلامي. انا ما ثبتش الدين الاسلامي. طب ايه اللي حصل؟ وان حريه الراي لا تصل الى حد اسقاط الجنسيه. ما تصلش ابدا لاسقاط الجنسيه. او يقولوا ان موريس صادق بيدافع عن الاباط. انا بدافع عن الاباط. انا ناشط كبتي وناشط مسيحي، بدافع عن كل بنت بتتخطب، عن كل كنيسه بتتحرق، عن كل شاب يقتل، عن كل ناس موجوده النهارده في المعتقل ده. طيب اسمح لي يا استاذ موريس، اسمح لي خليك معانا لحظات وما تقفلش، لانه معانا الاستاذ علاء علم الدين المحامي صاحب الدعوه، نعرف منه بالفعل هو ايه اللي خلاه يرفع هذه القضيه والحكم جه بناء على ايه. اهلا بيك يا استاذ علاء. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. ايه الاسباب اللي علشانها رفعت الدعوه؟ طيب بدايه الاستاذ موريس لازم بس يوضح صوره انه مش محامي حاليا، هو مشطوب من نقابه المحامين بقرار صادر من مجلس نقابه المحامين بالاجماع. ده الحكم اللي احنا بنتكلم عنه النهارده يا استاذ علاء؟ لا، ده مشطوب من حوالي 7 شهور من نقابه المحامين باجماع اعضاء مجلس نقابه المحامين بمقتضى المذكره المقدمه من الاستاذ محسن برداش مدير الشؤون. تمام، بس ايه بقى الاسباب اللي خلتك ترفع عليه القضيه؟ الاسباب التي اعتمدت عليها المحكمه تقع هذه الاسباب في 21 صفحه في حجم الفلوسكام. طبعا مش متصور ان اذكرها كلها، ولكن هذكر بعض من هذه الاسباب. اولها السيد موريس صادق اظهر بجلاء وفقا لما جاء في حكم المحكمه اللي صادر اليوم انه قد ارتمى في احضان الصهيونيه العالميه. بدأ على مخاطبه المسؤولين الصهاينه، الثناء والمدح لافعالهم. على سبيل المثال وليس الحصر اللي بقول لحضرتك 21 صفحه في حجم، لا انت لخصهم لي حياتك يا استاذ علاء، اهمهم ايه؟ هلخص يا فندم. اتفضل. ارسل موريس صادق رساله لرئيس الدوله اسرائيل شيمون بيريز بيهنئه بذكرى اغتصاب ارض فلسطين. الرساله سماها عيد التحرير لاسرائيل من ايدي العرب. الرساله دي رساله طويله ما اقدرش اذكر كل اللي فيها، ولكن بيذكر فيها الاستاذ موريس صادق ان اسرائيل بطردها لاهل فلسطين من ارضهم تمثل المثل والقدوه التي يجب ان تحتذيها الشعوب المحتله كالشعب المصري المحتل. ثم يذكر موريس صادق في هذه الرساله عبارات تتضمن التطاول الصريح على شخص النبي محمد عليه الصلاه والسلام، والتطاول على اصحابه، والتطاول على القرآن الكريم، والتطاول على الأزهر وعلى علمائه، والتطاول على رؤساء مصر التاريخيين كالرئيس جمال عبد الناصر. ثم انتقل لاستنكار الحروب التي خاضتها مصر زي الحروب اللي وقعت سنة 48 و56 و67 و73، ويقول بالنص أنها حروب إسلامية فاشلة انتهت بهزيمة الصهاينة وانتهت بهزيمة المسلمين أو الحكومات الإسلامية، وإن إسرائيل لم تأخذ هذه الحروب ولكن وقع عليها عدوان من مصر. طيب بعد إذنك قبل ما تكمل يا أستاذ علاء، الرسالة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي موجودة معاك؟ موجودة يا فندم وقدمت للمحكمة. تمام، خليك معايا لحظات. أستاذ موريس صادق أعتقد كده سمعت الأسباب اللي علشانها تقدم أستاذ علاء بالدعوة، ردك إيه؟ الأستاذ علاء يعرف إن قانون المحاماة بينص
على إذا ارتكب المحامي مخالفة مهنية مهنية مش مخالفة إبداء رأي على مجلس النقابة أن يقدم توصية ويرفعها إلى مجلس تأديب المحامون، ومجلس تأديب المحامون بمحكمة استئناف القاهرة بيبحث هذا الأمر ويصدر حكما بشرط المحامي. فالنقابة لا تملك شرط المحامي. كويس، لكن الحقيقة الجزئية الأهم يا أستاذ موريس، أصل بعد تتكلم بيقول لك هو مش محامي. تمام، يعني أنا عضو في نقابة المحامين الأمريكية، أنا محامي كويس مقيد بجداول نقابة المحامين الأمريكية بردة مستشار كمان. تمام، احنا في مصر اللي اتسحب بحكم القضاء عن حياتك الجنسيه فيها، هو بيقول لك انك ارتميت في احضان الصهيونيه العالميه، وبيقول على رساله محدده وكان فيها اتهامات مباشره وصريحه بسب الدين الاسلامي، بسب الرسول عليه الصلاه والسلام، بسب مصر. هو قال ايه؟ لا ما خلي بالك، هو قال ايه؟ نعم، قال نمبر واحد بيقول ان هو هنى رئيس دولة إسرائيل بعيد استقلال إسرائيل. قال كده فعلا. فعلاً إيه اللي يمنع رئيس الدولة المصرية؟ إحنا في مصر وإسرائيل علاقات دبلوماسية ورسمية، ومصر لسه كان فيها في سفارة إسرائيل الأسبوع اللي فات حفلة عيد استقلال إسرائيل حضرها جميع المسؤولين المصريين والإعلاميين. إحنا في مصر جميع، حضرتك بتقول جميع، حضرتك بتقول جميع المسؤولين المصريين والاعلاميين واعلاميين، واللي كتب الكلام ده جريده اعلامي. معلش بعد اذنك استاذ موريس، تفرق اعلاميين حضروا عن جميع الاعلاميين؟ انا في اعلاميين حضروا، انا في اعلاميين حضروا، دي لكن ده مش بشكل رسمي، دي مبادره شخصيه منه. في معاهده دبلوماسيه واسرائيل زيها زي امريكا زي فرنسا زي اي دوله. معلش دي وجهه نظر حضرتك، لكن لو اتكلمنا عن وجهه نظر الشارع المصري لا تتفق بتاتا مع الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. الشارع ده للعامه، لكن لما انت بتكلمي مستشار يبقى يقول لك القانون. يعني ايه للعامه يا استاذ موريس؟ الشارع ده للعامه ممكن تخبيه زي ما انت عايزه، لكن لما بتطبق القانون مع رجل القضاء يختلف الوضع. لما احنا النهارده المعاهده ما بين مصر واسرائيل هي قانون واجب التطبيق، وعلينا ان نحترم القانون ده. تمام، ما هو احنا ما بنتكلمش في المعاهده دلوقتي يا استاذ موريس، احنا ما بنتكلمش في المعاهده. هي المعاهده اللي بتحكم العلاقه بين الناس، القانون سياسيا وليس شعبيا يا استاذ موريس. يا انا مش شعبين، انت عايز الشعوبيه هي اللي تحكم النظام، هي اللي تحكم البلد. هو احنا قلنا دلوقتي نلغي يا استاذ موريس بعد اذنك، احنا ما قلناش نلغي المعاهده. لما تلغي المعاهده الحكومه تلغي المعاهده. معلش بس حضرتك مش ممثل يعني ما انتش مسؤول رسمي في البلد، ما انتش ممثل للسلطه السياسيه وبالتالي بتطبع في العلاقات. انا ما اتكلمتش كمسؤول سياسي، انا حر اتكلم مع اهل رئيس امريكا. كويس، ما انا بقول حضرتك دي وجهه نظر شخصيه. انا حر اهني اي واحد مثل ذلك اللي يتعارض مع الاداب العامه والقانون العام، انا بتكلم في حدود القانون، هل هناك قانون في مصر يمنع ان اهني رئيس دوله اسرائيل؟ مفيش قانون، لكن مش شايف حضرتك ان الكلام ده بيستفز مشاعر ملايين من الناس بيسمعونا دلوقتي؟ نستفز ليه؟ احنا في علاقات سلام ومحبه بيننا وبين اسرائيل. انا بتكلم عن ارض الواقع، انا ما بتكلمش كلام ورق ولا كتب. انا مالي ارض الواقع اللي انت عايزه تعمل ارض الواقع مخالف للقانون؟ لا انا مش عايزه، احنا كلنا بنتعامل مع المصريين وعارفين وجهه نظرهم في الموضوع ده. المصريين عايزين يحاربوا اسرائيل؟ انا عايز اسالك، المصريين عايزين يحاربوا اسرائيل؟ هو انا اتكلم يا بعد اذنك استاذ موريس، احنا ما نتكلمش في حرب دلوقتي. هو دلوقتي الاستاذ علاء عالم الدين بيقول ان الرساله حياتك اولا هنيت فيها الاسرائيليين بالتحرير من الفلسطينيين، ان هم تحرروا من الفلسطيني اللي محتل ارضهم، وانه حضرتك يعني اهنت في هذه الرساله. هي ما كانتش المشكله عند استاذ علاء او الدعوه اللي رفعها مش لانك بعت الرساله، ولكن بسبب ما جاء في هذه الرساله حسب كلامه من سب للدين الاسلامي للرسول لمصر. معلش، ايه سب للدين الاسلامي؟ عايز اعرف ايه سب للدين الاسلامي؟ حضرتك رد، حضرتك قول لي. ما هو يقول لي بقى، ما هو يقول لك. طب خلاص اخليه هو اللي يقول. استاذ علاء، ايه حضرتك ليه بتتهمه ان هو سب الدين الاسلامي او الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ايوه فهمت. انا هاسف، يعني اسف شديد لكل المستمعين والمشاهدين اللي هيسمعوا الكلام اللي انا اقوله دلوقتي.
اللي ورد في رساله الاستاذ موريس صادق بتاريخ 29/9/2010 بعنوان كفار حياتك بتقول لي والرساله قدامك عشان تبقى مسؤول عن كل اللي بتقوله حاليا دلوقتي. يا كفار الازهر، بيانكم الصادق لكل المسيحيين في العالم والناطق بلغه القرون الوسطى وتصويركم انكم الغازين لارض مصر القبطيه المسيحيه وان الاقباط يعيشون اليوم عصر غزو ابن العاهره عمرو بن العاص لمصر المسيحيه برسول الاسلام محمد بن امينه والمولود بعد وفاه والده الى اخر الكلام الذي لا استطيع ان اقراه. ارجوك ما تقراوش. سامح حضرتك. لما نسمع الاستاذ مجيب صادق بيرسل رساله لليبرمان لما هدد بقصف السد العالي. خلينا بس في الرساله اللي بتتكلم عنها حضرتك دلوقتي. ما هو ده من ضمن رساله يا فندم، ده من ضمن رساله. هما كام رساله؟ هما كام رساله؟ عشرات الرسائل، عشرات الرسائل كان بيرسلها الاستاذ مجيب صادق للمسؤولين في دولة اسرائيل بيمتدح افعالهم، بيرسل لليبرمان بعد ما هدد ليبرمان بقصف السد العالي بيقول له سيدي الوزير البطل ليبرمان ان الاقباط يعلمون شجاعتكم وانكم تحترمون القوانين الدوليه. لما الاستاذ موريس صادق يرسل رساله الى المسؤولين في اسرائيل يقول لهم، بيرسل رساله الى المسؤولين في اسرائيل يقول لهم ايها المسلمون الكفره افرجوا عن جلعاد شليط الاسرائيلي الذي دافع عن ارض اسرائيل المقدسه من اجل تحريرها من احفاد الغزاة العرب الارهابيون المحتلون لارض اسرائيل. لما يرسل الاستاذ مهدي الصادق رساله الى دوله اثيوبيا او الى دوله شمال السودان ويحثها على قطع المياه عن دوله مصر يقول لها احبسوا تدفق مياه النيل عن انت دولة. جبت الرسائل دي منين يا استاذ علاء؟ موجوده يا فندم. جبتها منين؟ في الصحف، منشوره في وسائل الاعلام المختلفه الموجوده على شبكه الانترنت، وقمنا بتقديم هذه الرسائل للمحكمه ومن قبل لنقابه المحامين، وكانت هذه الرسائل هي السبب الذي اعتمدت عليه نقابه المحامين في شطب موريس صادق من النقابه ولم يتوقف موريس صادق. وهي دي نفس الرسائل اللي محكمه القضاء الاداري بقى على اساسها قضت باسقاط الجنسيه عنه؟ هذه الرسائل منتشره في الاف المواقع. تمام. منتشره في ملايين الصحف. بشكرك استاذ علاء، بشكرك. استاذ موريس اعتقد سمعت بما فيه الكفايه، رد حضرتك. هرجع تاني اقول لك، لما بنتكلم عن الازهر، لان اسالك ده كلامك ولا مش كلامك يا استاذ موريس اللي قاله الاستاذ علاء؟ لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت انت، انا بسالك ده كلامك ولا لا؟ انا هجاوب لك على كل حاجه. اتفضل. بتكلمي مستشار، لازم تسمعي افندم. بتكلمي مستشار اسمعيني. وحضرتك بتكلم مذيعه وبتسالك تسمعها. طيب انا بتسالي وانا جاوب. انا بسال حضرتك ده كلامك ولا لا؟ اللي حصل ما تقوليش اللي حصل نعم او لا. انا ما قلتلكش قول نعم او لا، انا بسالك ده كلامك ولا لا بس. اللي حصل، اللي حصل ان الازهر طلع بيان وطلب معامله اقباط مصر مثل نصارى نجران. انا بسال حضرتك هذا الكلام، هذا الكلام لن نقبله. الاقباط اصحاب البلد، الاقباط مواطنون مصريون من الدرجه الاولى. متاسفه يا استاذ موريس، كلنا مصريين اصحاب البلد. لا لا ما ينفعش نصارى نجران. كلنا كمصريين اصحاب البلد، مسيحيين ومسلمين. مسيحيين ومسلمين. والكلام ده شايفيني مسلمين ومسيحيين ومتاكده ان هم موافقين عليه. لما شيخ الازهر يطلع لي يقول لي انتوا نصارى نجران هنعملكم زي نصارى نجران اقول له لا ما ينفعش. بسألك سؤال محدد لو سمحت، حضرتك بعت الرسالة دي لمسؤولين إسرائيليين أو الرسائل مش الرسالة، وقلت فيها الكلام اللي قاله أستاذ علاء؟ أنا ما فيش الكلام، هو بيجيب لي مقتطفات ما أعرفش جايبها منين. هو بيجيب مقتطفات لكن أنا بقول لك على النقطة دي، نصارى نجران لا. لما يجي يقول لي إن أنا قلت عن البطل جلعاد شليط، جلعاد شليط راجل بطل ده من وجهة نظرك أنت بس، أنا او يعني وناس تانيين بالتاكيد، جلعت شليط بطل بس مش من وجهه نظر الشعب المصري بالمناسبه. انا ماليش دعوه. وانت مين من الشعب المصري؟ انت واحده في الشعب المصري. انا وبتكلم عن ملايين وبدي نفسي الحق في الجزئيه دي اني اتكلم عن ملايين. الملايين، الملايين اللي الاعلام بغيبهم ما ينفعش. من الواضح ان لا ينفع على فكره ان انا اقول اللي انا بقوله لك ده، لان انا برد عن ملايين من الناس مستفزه جدا من كلام حضرتك، ولازم ارد عنها لان لو انا ما قلتش الكلام ده هيبقوا قاعدين قدام الشاشه ما عندهمش فرصه يقولوه. من الواضح ان الكلام ده حضرتك بتقوله. انا بشكرك جدا استاذ موريس صادق المحامي، شكرا ليك.